السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم على مشكلة Longest Common Subsequence. قبل ما نشوف ايه هو Longest Common Subsequence عايزين نشوف يعني ايه Subsequence اصلا. بيقولك لو انا عندي ال X فيها مجموعة من العناصر فالSubsequence لل X هو اي مجموعة عناصر صغيرة اي Subset يعني مجموعة عناصر صغيرة او جزء من ال X العناصر فيها ظهر بنفس ترتيب ظهورها جوه السيكونس الاصلي بتاعي اللي هو ال X. يعني ايه؟ يعني مثلا ال A B D A B D انا عندي اول عنصر هو ال A ظهر بعده ال B ال B في السبسيكونس او في السبسيت بتاعتي ظهر بعد ال A وانا عندي في السيكونس الاصلي ال B ظهر بعد ال A. طب ال D ال D ظهرت بعد ال B وانا عندي ال D ظهرت بعد ال B فبالنسبة لي ده كده يعتبر سبسيكونس لل X لان انا عندي مجموعة عناصر ترتيب ظهورها في السبسيت بتاعي هو نفس ترتيب ظهورها في السيكونس الاصلي فكده تتقال عليها سب سيكونس. طيب اللونجست كومن سب سيكونس بيقول لك انا عندي اتنين سيكونس اكس وواي انا عايز اجيب السب سيكونس اللي موجود في الاكس وهو نفسه السب سيكونس اللي موجود في الواي. يعني ممكن يبقى عندي سب سيكونس مشترك بين الاكس وبين الواي. طيب انا ممكن يبقى عندي اكتر من واحد. بيقول لك بقى انا عايز اللونجست فيهم. يعني مثلا لو انا عندي سبسيكونس فيه 3 عناصر في الاكس وهو برضو 3 عناصر في الواي يعتبر برضو سبسيكونس للواي. ممكن يبقى عندي سبسيكونس ثاني فيه 4 عناصر فانا اخد الاربعه لان الاربعه اكبر من الثلاثه فالاربعه يعتبر بالنسبه لي اللونجست كومن سبسيكونس او اللي بيسموها ال سي اس كاختصار. طيب ازاي بقى احسب اللونجست كومن سبسيكونس؟ تعالوا ناخد المثال ده. انا عندي الاكس بتساوي A B C B D A B والواي بتساوي B D C A B A. عايز اجيب اللونجست كومن سبسيكونس او عايز اطلع السبسيكونس اللي عندي. ممكن يبقى عندي اكتر من سبسيكونس ولكن هلاقي ان انا عندي بين الاتنين دول بين الاكس والواي في عندي اتنين سبسيكونس يعتبروا لونجست بالنسبة لي. طب ايه هما دول؟ قالك البي السي البي الاي ده يعتبر سبسيكونس بالنسبه لي في 4 حروف او 4 عناصر وعندي البي دي اي بي السبسيكونس ده برضو يعتبر بالنسبه لي لونجست كومن سبسيكونس رغم ان انا عندي عناصر تانية او سبسيكونس تاني اللي هو البي سي اي. مثلا عندي بي سي اي ده سبسيكونس بالنسبه لي ولكن ده مكون من 3 عناصر فما يعتبرش اللونجست. يبقى اللونجست كومن سبسيكونس بالنسبه لي بين الاكس والواي ممكن يبقى البي سي بي اي او بي دي اي بي الاثنين دول يعتبر بالنسبه لي لونجست كومن سبسيكونس. ممكن يبقى عندي اكتر من واحد عادي مفيش اي مشكله. طيب عايزين بقى نشوف ازاي اجيب اللونجست كومن سبسيكونس بالجوريزم معين. في عندي اكتر من طريقه. اول طريقه اللي هي البروت فولس يعني واحد كده داخل ايه واحد غشيم داخل اقول لك انا هخش على طول هجيب كل السبسيكونس بتاعت الاكس كل السبسيكونس بتاعتي واشوف هل السبسيكونس دي او الف عليهم كلهم واخد كل واحد واشوف هل هو يعتبر سبسيكونس للواي ولا لا. لو لقيته يعتبر سبسيكونس للواي يبقى قشطه ده موجود معايا ولو ما لقيتوش يبقى انا هشيله من معايا وفي النهايه هيطلع معايا مجموعه سبسيكونسز مجموعه عناصر عندي او مجموعة اجزاء اشوف مين فيهم اطول واحد. الطريقة دي هتاخد مني وقت طويل جدا هيوصل ان مضروب في 2 اس ام او ممكن نقول 2 اس ان يعني لو افترضنا ان الاكس والواي فيهم نفس عدد العناصر بتوعي فممكن تبقى 2 اس ان 2 اس ان ده وقت كبير جدا وده عندي حاجة وحشة قوي ان انا اعمل الجوريزم تشتغل بوقت 2 اس ان. طيب عايزين بقى نقلل الوقت ده نقلله ازاي؟ لو انا عندي اتنين سيكونس زي دول كده A B D G E و Z B D E لو انا قلت ان ال E وال E او جبتها من الاخر هلاقي الاتنين دول زي بعض. طيب طالما الاتنين زي بعض يبقى انا اقدر اقول ان اللونجست كومن سبسيكونس بتاع من ال I وال J او بتاع ال X وال Y هو يعتبر اللونجست كومن سبسيكونس بتاع الاي ناقص واحد والجي ناقص واحد.
يعني ايه؟ يعني انا اعتبر ان السيكونس بتاعي هو من ال A لل G ومن ال Z لل D، في ال X من ال A وال G وفي ال Y من ال Z لل D. لما اجيب ال longest common subsequence بتاع الجزء ده يبقى بالنسبة لي ازود عليه واحد، عشان انا عندي ال E بتعمل ماتش مع ال E او الاتنين زي بعض، فزود عليه واحد. انا كده بقسم المشكلة بتاعتي، ان انا لو لقيت العنصر ده زي العنصر ده فانا هشيله، هو بالنسبة لي يبقى معايا واحد. انا عايز اجيب بقى الطول بتاع ال longest common subsequence، فيبقى ادي معايا عنصر وهو هو ازود عليه بقى العنصر ده، ازود عليه ال longest common subsequence بتاع الجزء اللي قبله. ده كده لا ديفايد اند كونكر، او ده ريكيرسيف سوليوشن بالنسبه لي. يبقى لو الاثنين زي بعض هلاقي ان اللونجست كومن سبسيكونس بتاعي هو اللونجست كومن سبسيكونس من الاي ناقص واحد والجي ناقص واحد اللي هو الجزء ده كده. خلاص انا تجاهلت الجزء ده، اعتبر ان انا بشتغل على اتنين سيكونس جداد، الاكس بتبتدي من الاي للجي والواي بتبتدي من الزد لحد الدي، وفي النهاية لما اجيب الجزء ده كده ازود عليه الاي بتاعتي. طيب حلو. طب لو الاتنين ما بيساووش بعض، لو كان مثلا عندي الجي والدي، الجي عندي لا تساوي الدي، نحسب اللونجست كومن سبسيكونس بتاعها ازاي؟ قال لك هنا انا هحل مشكلتين. اول مشكلة ان انا بجيب اللونجست كومن سبسيكونس بتاع الاي ناقص واحد والجي زي ما هي. يعني ايه؟ يعني انا هعتبر ان الاكس بتاعتي انا هنقص من الاكس واحد، يعني انا هنقص من الاكس واحد، هشيل الجي. انا لقيت ان الجي ما بتعملش ماتش مع الدي، الجي لا تساوي الدي، الاتنين مش نفس العنصر، فانا هشيل الجي واشتغل ان الاكس انقص منها واحد، او اسيب الاكس زي ما هي واشتغل على ان الجي هي اللي نقص منها واحد. يبقى انا كده عندي مشكلتين، الاكس يا اما نقص واحد من الاكس يا اما نقص واحد من الواي، ممكن يبقى ده او ممكن ده. ده هيطلع لي سبسيكونس معين وده هيطلع لي لونجست كومن سبسيكونس معين، اشوف مين فيهم الكبير واخد الماكسيمم بتاعه. يبقى لو الاثنين لا يساوي بعض هيبقى السي اوف اي وجي، السي ده اللي يختصر له كومن سبسيكونس او لونجست كومن سبسيكونس، هو الماكسيمم بتاع الاي ناقص واحد والجي، او الاي والجي ناقص الواحد. انا بجيب اللونجست كومن لما اشيل من الاي واحد انقص من الاي واحد، او انقص من الجي بواحد. طيب انا كده بحسب اتنين لونجست كومن سبسيكونس، المشكلة بتاعتي بتتكرر مرتين، وممكن الحسابات دي تتكرر اكتر من مرة. يعني مثلا لو افترضنا انا شلت الدي مثلا، انا دلوقتي شغال على الدي، الدي ممكن الاقي ان هي الواي ثابته زي ما هي وبنقص من الاكس واحد، يعني انا كده المشكلة بتاعتي عمالة تتكرر. هنا بقى يجي دور الديناميك بروجرامينج. قلنا لو انا عندي مشاكل بتتكرر في الحلول بتاعتها يستحسن ان انا اخزن الحلول، عشان بعد كده لما تقابلني المشكلة استخدم الحل الجاهز، ما اضطرش ان انا احسبه من اول وجديد. طيب اخزنه فين؟ هخزنه في جدول. تعالوا بقى نشوف هعمل الجدول بتاعي ازاي. الجدول بتاعي هيبقى عامل بالشكل ده. انا عندي جدول الاعمدة بتاعت او الافقي، ده الرأسي، الاكس ده الرأسي والواي هو الافقي، وبحط البداية بتاعته بصفار، اصفار لان انا في البداية ما عنديش اي longest common subsequence. طيب وببدأ املى صف صف، بملأ الصف الاول بعدين الصف الثاني وهكذا لحد ما اوصل للصف الاخير. طيب بملاه ازاي؟ بملاه بناء على القواعد بتاعتنا اللي احنا قلناها من شويه. لو الاثنين بيساووا بعض فانا هجيب اللونجست كومن سبسيكونس ان الاي ناقص واحد والجي ناقص واحد وازود عليه واحد، ان انا خلاص شلت الحرف ده من الاكس وشلت الحرف من الواي وبجيب بقى اللونجست كومن سبسيكونس بتاع الباقي. طب لو الاثنين ما بيساووش بعض، يا اما اشيل واحد من الاكس يا اما اشيل واحد من الواي، هحسب ده لوحده وده لوحده واجيب الماكسيمم بتاعه. تعالوا ناخدها واحدة واحدة ونشوف بتتملي ازاي. انا عندي هنا مثلا السترينج ده او السيكونس الاكس والسيكونس الواي. طيب اول حاجة انا عندي الاكس بتاعتي A B C B D A B، دول كده كلهم ده السيكونس بتاع الاكس. انا حاطط هنا الاصفار بتاعتي لو اكس اي لو هي
بصفر، هاتي كلها اصفار، وبرضو الواي اوف جي بحطها كلها اصفار، وبعدين برص الحروف بتاعتي او السيكونس بتاعي من بعد كده. يبقى انا عندي السيكونس بيبدا من الواحد بي دي سي اي بي اي وهكذا. طيب نمشيها بقى ايه واحده واحده. اول حاجه الصف الاولاني الاي والبي، هل الاي والبي حصل ماتش؟ يعني هل الاثنين زي بعض؟ لا، الاي لا تساوي البي. يبقى انا في الجزء ده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك اي ناقص واحد وجي ناقص واحد، او الاي وجي ناقص واحد، او الاي ناقص واحد والجي، بجيب الماكسيمم بتاعه. يعني ايه الكلام ده؟ بكل بساطه انا واقف في السل دي، الخليه دي، عايز املا المربع ده، شوف اللي فوقه واللي على شماله، اللي فوق والشمال، اللي فوق صفر والشمال صفر، مين الكبير فيهم؟ الكبير فيهم هو صفر، بالنسبه له صفر، الاثنين زي بعض، فانا اخد اي واحد فيهم، فالمربع ده هتبقى قيمته بصفر، واحط سهم كده بيشاور على الصفر اللي انا خدته. انا هنا خدت الصفر اللي هو اللي فوق، طب كان ممكن اخد ده عادي، مفيش اي مشكله، انا خدت الصفر اللي فوق عادي، ممكن اخد اللي في الشمال عادي جدا. طيب المربع اللي بعده، انا عندي الاي والدي الاثنين مش زي بعض، فانا اشوف اللي فوقه واللي على شماله، مين الكبير فيهم؟ الاثنين زي بعض، فناخد مثلا الصفر اللي فوق برضه. هو انا واخد الصفر اللي فوق عشان هو كاتب ان بيقول لك لو الاي ناقص واحد والجي اكبر من او تساوي الاي والجي ناقص واحد، اي ناقص واحد يعني اللي فوقك، الاي ناقص واحد والجي ده اللي هو اللي فوقك، لكن اي والجي ناقص واحد ده اللي هو على شمالك، بيقول لك لو اكبر من او يساوي، انا باخد اللي فوق، يعني باخد الجزء اللي فوق، سهم فوق كده بيحدد لي انا خدت انهي صفر فيهم، ومهم اعرف انا خدت انهي عنصر عشان هنحتاجه بعدين زي ما هنشوف كمان شويه. طيب انا خدت الصفر اللي فوق، فانا هكتب صفر واحط سهم لفوق كده. المربع اللي بعده عندي صفر هنا وصفر هنا، صفر فوق وصفر في الشمال، هاخد الصفر اللي فوق. المربع اللي بعده انا عندي الاي والاي، طبعا المربع ده بتاع الصفر ده كان A و C، فالاتنين مش زي بعض. طب انا هنا بقى الـ A والـ A الاتنين زي بعض، اعمل ايه؟ الاتنين زي بعض، يبقى انا في الجزء ده كده بيقول لك خد الـ I ناقص واحد والـ J ناقص واحد وزود عليها واحد. I ناقص واحد والـ J ناقص واحد معناها العنصر اللي في القطر، اللي عامل قطر معايا، اللي هو زي ما كده الراس في الراس، او التقاطع بتاعي اللي انا عامل معاه تقاطع. انا هنا عامل تقاطع مع الصفر، القيمة دي كانت صفر، فصفر زائد واحد تبقى بواحد، يبقى المربع ده قيمته بواحد، واحط سهم كده مايل عشان يعرفني ان الواحد ده او قيمة المربع ده جت من المربع ده. طيب حلو، بعد كده الـ A والـ B، الـ A والـ B مين فيهم؟ الاتنين مش زي بعض، فانا اخد اللونجست بتاعهم او الكبير، انا عندي صفر وواحد، مين الكبير؟ الكبير هو الواحد، فانا اخد الواحد واحط سهم كده ناحية الشمال عشان يعرفني ان الواحد ده جاي من هنا. طيب هنا الـ A والـ A زي بعض، فأنا أخد القطر وأزود عليه واحد، القطر اللي بالنسبة لي هنا صفر وأزود عليه واحد، فيبقى واحد، وأعمل السهم إن أنا جايبه من هنا. طيب نقول تاني، أنا عندي هنا الـ B مع الـ B الاتنين زي بعض، أخد العنصر اللي في القطر وأزود عليه واحد، الـ B مع الـ D مش زي بعض، مين الكبير فيهم؟ طالما مش زي بعض اشوف اللي فوق والشمال، اللي فوق صفر والشمال واحد، الكبير هو الواحد، فانا هاخد اللي على الشمال واحط سهم ناحيه الشمال. طب بي وسي برضو مش زي بعض، عندي فوق صفر وعلى الشمال واحد، اخد اللي على الشمال يبقى واحد واحط سهم ناحيه الشمال. طب هنا البي والاي مش زي بعض، طب اللي فوق واحد واللي تحت واحد، انا هاخد الواحد اللي فوق، ممكن اخد الواحد اللي في الشمال عادي، لكن هو هنا شغال ان هو بياخد الواحد اللي فوق عشان حاطط اكبر من او يساوي. طيب هنا البي والبي ده كام؟ اتنين. البي والبي الاتنين زي بعض، طالما الاتنين زي بعض اخد القطر، القطر عندي كام؟ القطر عندي اللي هو واحد، واحد ازود عليه واحد يبقى اتنين. بعد كده البي والاي الاتنين مش زي بعض، يبقى انا اشوف اللي فوق والشمال، اللي فوق بواحد والشمال باتنين، يبقى انا هاخد الاتنين واحط السهم بتاعي ناحيه الشمال، السهم ده بيعرفني انا القيمه دي جايبها منين، وهكذا مع باقي العناصر بتاعتي. هلاقي ان انا وصلت في النهايه لاربعه، لو اخر حاجه عندي اخر
مربع في النهايه خالص بيبقى قيمته 4. 4 دي معناها ان اللونجست كومن سبسيكونس بتاعي فيه 4 عناصر. طيب نطلع الاربع عناصر دول ازاي بقى؟ قال لك ابدا من الاخر خالص، من بي اوف ام وان، ام هنا كده وام اللي هو المربع اللي في الاخر خالص اللي هو بدايته 4، وامشي مع الاسهم بتاعتك. انا عندي هنا كده 4 فهمشي مع السهم، طالع لفوق فانا اطلع لفوق، بقيت واقف هنا، ده جاي مايل كده، ده سهم مايل مش طالع لفوق او جاي شمال، لا هو سهم مايل. طالما سهم مايل احط عليه دايره حمراء كده، هنشوف ليه كمان شويه. طيب سهم مايل امشي معاه، 3 طلع لفوق سهم مايل امشي معاه، 2 جايه شمال امشي معاها سهم مايل امشي، 1 سهم مايل دايره حمراء، وبعدين ادي الصفر، وصلت للصفر، يبقى انا كده خلاص خلصت. طيب نجيب بقى العناصر بتاعتنا ازاي. العناصر بتاعتنا هي اللي موجوده في الخطوط الحمراء او في الدوائر الحمراء دي. انا الدايره الحمراء دي لو اول واحد، يعني ده اول عنصر في السبسيكونس بتاعي، كام؟ بي وبي، ده جاي من تقاطع البي مع البي، يبقى اول عنصر هو البي. طب ده جاي مع السي والسي، يبقى تاني عنصر هو السي. دوت جاي من التلات من البي والبي، يبقى تالت عنصر هو البي. ده جاي من الاي والاي، يبقى رابع عنصر هو الاي. يعني انت امشي مع الاسهم، لو الاسهم من تحت طبعا، لو لقيت سهم مايل اكتبه على اليمين، يعني لما تلاقي سهم مايل اكتب العنصر بتاعه على اليمين. ادي الاي مع الاي، يبقى الاي هي اللي تتكتب على اليمين، لان هي هتبقى اخر عنصر في السبسيكونس بتاعي. طب هي ليه اخر عنصر؟ لان انا بادئ هنا كنت بملا الصف الاول، فانا بادئ من اول عنصر، لكن انا لما جيت امشي مع الاسهم مشيت من الاخر، فالمفروض ان اول عنصر يقابلني هو اخر عنصر عندي او اخر عنصر في السبسيكونس بتاعي، فبكتبه على اليمين. فهلاقي ان السبسيكونس للاثنين سيكونس دول هو البي سي بي اي. يبقى اللي انا عملته تاني، عملت الجدول بتاعي كله العمود الاول اصفار والصف الاولاني اصفار، ومشيت اول صف، انا بملى صف بصف، لقيت هنا الاثنين مش زي بعض، فبشوف اللي فوق واللي على الشمال، باخد الماكسيمم بتاعهم واحط السهم عشان يوضح لي انا جايب القيمه دي منين. لو لقيت الاثنين زي بعض زي انا حصل ايه مع الايه، اخد القطر. القطر بالنسبه لي اللي هو العنصر المايل ده، مش اللي فوق ومش الشمال، العنصر الرابع معايا، وبزود عليه 1 واحط السهم برضه عشان يوضح لي ان انا جايبه من هنا. بعد ما اخلص هيطلع لي في النهايه ان ده كده فيه الطول او اللينس بتاع اللونجست كومن سبسيكونس بتاعي. بمشي من الاخر من تحت خالص اللي هي اليمين تحت او تحت اليمين، وبمشي مع الاسهم. لو لقيت سهم مايل حط دايرة حمراء او اكتب العنصر بتاعه ناحية اليمين، بكتبه على يمين السبسيكونس بتاعي. انا هنا العنصر ده جاي الاي مع الاي، تقاطع الاي مع الاي، فيبقى اخر عنصر عندي هو الاي، وهكذا مع باقي الاسهم لحد في النهاية ما هيطلع لي ان اللونجست كومن سبسيكونس بتاعي البي سي بي اي. وكده هلاقي ان انا قللت الوقت بتاعي لان في ام، ان طبعا اللي هو عدد الحروف في الواي او عدد الحروف اللي موجوده في الاكس مضروب في عدد الحروف اللي موجوده في الواي، لو الاثنين بيساووا بعض فانا وصلت لان تربيع، يبقى انا نزلت من 2 اس ان لان تربيع، وطبعا دي حاجه او قفزه كبيره جدا. وهو ده كده موضوع اللونجست كومون سبسيكونس.